قام وزير الشباب والرياضة محمد حطاب صباحة اليوم الاثنين بتدشين قاعة متعددة الرياضات المجاهد زبير بوعجاج ببلدية المرادية بالجزائر العاصمة، وذلك رفقة السلطات المحلية الممثلة في رئيس المجلس البلدي وكذا وجوه رياضية بارزة، على غرار العداء الأولمبية نورية بنيدة مراح ورئيس الاتحاد الجزائري للجمباز. وعرب الوزير عن سعادته بهذه المنشأة الرياضية الجديدة التي تضاف لمكاسب الشباب. وليد معمري. نهني أنفسنا ونهني السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي وأيضا مسؤولي الفيدرالية على هذا المكسب الجديد، تحفة معمارية هي تعتبر إضافة اليوم لاختصاص رياضة الجمباز وايضا بعض التخصصات الاخرى. الوزير كان اللي بارتي ساتيسفي، يعني راح راضي بالمشروع هذا اللي قمنا به مع بلديه المراديه، هي يعني لاباتيس والقاعه ملك للمراديه، اعطتها تحت تصرف الاتحاديه هي اللي جهزتها. اليوم راح تكون يعني قطب لتنميه الجمباز. هي راهي تحفه معماريه، هي كذلك من تحت ليكيبمون تاعها راهي مختصه في رياضه الجمباز، لايروبيك، فيتنس، بي بي جيم، تنجم تحتضن حتى 1200 عداء.